في أحد الأيام أعلن بطرس تلميذ الرب وبفخر: يا يسوع، حتى ولو أنكرك الجميع أنا لن أنكرك أبدا. كان يسوع يعلم أن بطرس كان واثقا بنفسه، لكنه حذر بطرس بأنه قريبا وقبل أن يسمع صياح الديك سوف ينكره 3 مرات. بالطبع لم يصدق بطرس ذلك، كيف يمكنه فعل شيء من هذا القبيل؟ بعد ذلك بفترة قصيرة ألقي القبض على يسوع وأحضروه أمام رئيس الكهنة، وتبعه بطرس وانضم بالسر إلى الحشود التي اجتمعت في الخارج وحاول أن يتسلل بهدوء لكي لا يكتشف أمره، ولكن رأت فتاة بطرس وعرفته: أنت كنت مع يسوع. كلا، هذا ليس صحيحاً، أنا لا أعلم عما تتكلمين. ثم وبعد وقت قليل قال شخص آخر للناس هناك: هذا الرجل كان مع يسوع. بدأ بطرس يشعر بالتوتر ومرة أخرى أنكر الأمر. كان بطرس خائفاً، كان يريد أن يتوقف الناس عن التعرف إليه، ولكن تكرر الأمر مجدداً وقال أحدهم: هاي، نحن نعلم أنك واحد منهم، أنت تتكلم كواحد منهم. عندها بدأ بطرس يلعن ويشتم، ثم نظر مباشرة إلى عيونهم وقال لهم مؤكداً: أنا لا أعرف ذلك الرجل. فجأة تذكر بطرس كلام يسوع: وهرب، والرب الذي أنكره علق بعد ذلك على الصليب. لكن هذه ليست نهاية القصة. هل تعلمون يسوع؟ لم يتخلى يسوع عن بطرس. بعد قيامته كان يسوع على ضفة البحيرة يزور بعضاً من تلاميذه، وكان بطرس بينهم. يسوع لم يتجاهل بطرس، بل سأل بطرس 3 مرات: بطرس، أتحبني؟ وفي كل مرة أجاب بطرس: نعم يا رب، أنت تعلم أنني أحبك. وأجاب يسوع: ارعى خرافي. أحب يسوع بطرس، وبالرغم من أن بطرس لم يكن كاملاً، كان يسوع يعلم أن بطرس أراد حقاً أن يتبعه، وبطرس لم ينكر أبداً يسوع مجدداً.